ليفتوغيف ISOD International Scientific Organization of Dentistry. كنا معكم ولخمس أعوام سابقة ساعدنا فيها آلاف الطلبة والخريجين من كلية طب الفم والأسنان في كل مكان عن طريق التجميعات العلمية الضخمة والمتنوعة من جميع الجامعات المصرية وعن طريق الكورسات المختلفة والموجودة في البوت الخاص بنا على التليجرام. جاوبنا على آلاف الأسئلة المطروحة وساعدنا أكثر من 40,000 طالب ومتخرج من خلال المجموعة الخاصة بنا على التليجرام، وقدمنا محتوى علمي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم، وتم ذلك في مؤتمراتنا العلمية وعلى مدار 4 أعوام على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك والتي وصلت لأكثر من 18 دولة. وها نحن نعود إليكم من جديد في النسخة الخامسة من مؤتمرنا Empower Your Knowledge A Free Online Dental Conference لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. نقدم لكم أكثر من 30 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان. Case Discussion Live Demo and Clinical Cases. بدايتنا في 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وستكون هناك هدايا وسحوبات يومية. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس، لأن هدفنا المساعدة ودعم كل أطباء الأسنان في الوطن العربي. نعلن عن المسابقة الرسمية والجوائز المقدمة في مؤتمر Empower Your Knowledge Season 5 Free Online Dental Conference. كل ما عليك هو أن تجاوب على الأسئلة الموجودة في الفورم الخاصة بتسجيل الحضور لكل محاضرة، وكل سؤال ستتم الإجابة عليه بإجابة صحيحة سيعادل عددا من النقاط، والحاصلين على أكبر عدد من النقاط في نهاية المؤتمر سيكون لهم جائزة كبيرة. كيفية الوصول للأسئلة: ستكون الأسئلة موجودة في لينك فورم تسجيل الحضور خلال كل محاضرة، وسيكون اللينك متاح لمدة نصف وقت المحاضرة تقريبا، وسيتم تبليغكم من خلال الكومنت أو الجروب الرسمي على التليجرام. في أول مرة ستقوم بالتسجيل معنا فيها، جاوب على كل الأسئلة في الفورم، ومن ثم عندما تقوم بفتح اللينك مرة أخرى لتسجيل أي محاضرة مختلفة عند ظهور لينك الفورم، اضغط على تعديل الإجابات أو Edit Your Response وجاوب على الأسئلة الجديدة لتكتسب النقاط. الجوائز المقدمة: المركز الأول قسيمة شراء ب20,000 جنيه مصري مقدمة من شركة الرضوان. المركز الثاني قسيمة شراء ب15,000 جنيه مصري مقدمة من شركة الرضوان. المركز الثالث قسيمة شراء ب10,000 جنيه مصري مقدمة من شركة الرضوان. المركز الرابع قسيمة شراء ب10,000 جنيه مصري مقدمة من أكاديمية فوكسلوي. المركز الخامس قسيمة شراء ب5,000 جنيه مصري مقدمة من أكاديمية فوكسلوي. كل من سيفوز معنا يمكنه أن يشتري ما يريده عن طريق المواقع الخاصة بشركة الرضوان، أو يحصل على الدورات التدريبية المقدمة من أكاديمية فوكسلوي، وسوف تصل له الجائزة بدون أي مصاريف للشحن. نتمنى للجميع حظا سعيدا. Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلمي، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا.
في واحدة من أهم محاضراتنا في هذه النسخة نقدم لكم Let's Understand Dental Implant مع الدكتورة فاطمة محمد Specialist Oral and Maxillofacial Surgeons TMJ Specialist. السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ صوت واضح كده؟ تمام. اهلا بكم جميعا، انا مبسوطة ان انا معاكم النهاردة. طبعا انا الحمد لله كان يشرفني ويسعدني ان انا كنت مشاركة في كل النسخ اللي قبل كده، واتكلمنا عن مواضيع كتير. اتكلمنا مرة عن الأنستيزيا، وكلمنا مرة عن الجراحة، وكلمنا عن الإكستراكشن، وكلمنا عن الإنفكشن، والمرة دي إن شاء الله أنا جايلكم بموضوع جديد وهو الإمبلانت. أنا عارفة إن معظمكم لسه صغيرين أو لسه أندرجراد أو لسه امتياز أو لسه بيبدأوا حياتهم، ومتخيلين يعني دايما متصورين إن الإمبلانت دي حاجة أدفانسد. فعلا ده كان أيامية، أنا على جيلي لما من 12-13 سنة، يعني لما كنا لسه في ستودنتس، كان بالنسبة لنا الإمبلانت ده حاجة أدفانسد، وبالنسبة لنا الإمبلانت ده بيعملوه غير الناس الكبار خالص، وحاجة يعني لا يعني مش للصغيرين مش للجيبيز. دلوقتي الدنيا بقى اختلفت تماما، ودلوقتي الإمبلانت بقى عبارة عن سبيشاليتي، بقى زيه زي الإندو كده، زي ما أنت ممكن من وأنت ستودنت بتعمل إندو، وأنت ستودنت بتعمل الأوبريتر، وأنت ستودنت بتعمل إكستراكشن. دلوقتي كمان دلوقتي الناس بتعمل إمبلانت سنتيز، على أيامنا ما كانش فيه دلوقتي بقت كمان الإمبلانت دلوقتي بقت هتبقى الأيام الجاية إن أنت دلوقتي بتشتغلها من وأنت ستودنت، يعني هيبقى بعد كده ده فيوتشر. فالإمبلانت ما بقاش حاجة أدفانسد، ما بقاش حاجة للناس الكبار، بقى حاجة لكل الناس، بقى سبيشاليتي زيها زي الأوبريتيف، زي الإندو، زي البروسيسر، زي أي حاجة. فبقيتش إن أنت بقيت إن أنت المفروض دلوقتي بتخرج عندك بيزكس للإمبلانت، تمام؟ مش لازم تكون بتعرف تعمل كل الحالات، زي ما أنت ما بتخرجش إندو بتعمل كل الحالات، زي ما بتخرجش إكستراكشن بتعمل كل الحالات، بس على الاقل عارف بيزكس، فاهم الدنيا فيها ايه، عارف تقدر تتعامل مع الامبلانت ازاي. فانا حابه ان احنا نتكلم عن الامبلانت النهارده بطريقه مختلفه. انا مش جايه اقول لك تعال اعلمك ازاي تحط امبلانت بايديك، الخطوات اعمل دريلينج 1 2 3، انا عايزه افهمك بقى البيزك نولج خالص اللي انت تستفيد بيها دلوقتي من وانت صغير، وتبدا ان انت تبني عليها الادفان يعني الديفلوبمنت بتاعك في الفيلد زي ما احنا متعودين مع بعض. عايزاك تفهم يعني ايه امبلانت وازاي اتعامل معاه. مش احنا الاول اول ما جيت تدرس اوبريتيف قعدوا يدوك شويه حاجات كده، ازاي تدرس تعمل بوندنج، ازاي تعمل بوليمرايزيشن، ازاي البوليمرايزيشن بيحصل، ازاي الحاجات دي كلها. بتيجي تدرس بروسيسز، بنعلمك يعني ايه ستابيليتي، يعني ايه ريتنشن، يعني ايه الحاجات دي كلها. وانت بعد كده لما بتبقى فهمت الحاجات دي كويس، انت تبني عليها الديفلوبمنت بتاعك في الفيلد، او على الاقل بقيت تقدر تحكم على البروسيديرز دي صح دي غلط، اعمل كده ما اعملش كده، طب التكنيك ده مناسب، التكنيك ده مش مناسب. ده اللي انا عايزه اعلمه لكم النهارده. عايزين نتكلم عن جزء صغير في الامبلانت اللي هو ازاي بقى اصلا الامبلانت ده فكرته ايه، يعني فكره الامبلانت ازاي، يعني الامبلانت ايه فرقه عن السنه الطبيعيه. احنا اتكلمنا عن السنه الطبيعيه وكنا بنقول وانا بخلع السنه الطبيعيه، السنه الطبيعيه ماسكه في العظم بايه، ماسكه في العظم ببريدونت ليجمنت، تمام؟ دي سنانا كلها. طيب الامبلانت ماسك في العظم ازاي؟ ده بقى هنا المختلف تماما. لما نعرف ان هو بميكانيزم وتكنيك مختلف تماما، فبالتالي هقدر ان انا ازاي احسن بقى البروبرتيز اللي انا محتاجه دي، وانا سواء من وانا بختار بعمل بيشنت سيلكشن، او بعمل امبلانت بليسمنت سيرجيكال بروسيدجرز يعني سيرجيكال ستابس، او ان انا بعمل لودنج وبحط ريستريشن، او ان انا بعد كده امانج الكومبليكيشنز والحاجات بتاعته. فلو فهمنا البيزك نوليدج، انا النهارده هديك البيزك نوليدج بتاعه الامبلانت عشان نعرف ازاي الامبلانت ماسك مع العظم، تمام؟ وازاي البروسيدجر دي اقدر احققها باحسن طريقه، سواء حاجات بعملها، حاجات بظبطها في البيشنت، اختياري للامبلانت نفسه، تمام؟ وبالتالي انت كده بقى عندك الادوات اللي انت تقدر تزود عليها التكنيكس،
تمام. البيزك نولج يا شباب ما بيتغيرش، يعني شابتر الريتنشن والاستابيليتي والحاجات بتاعت الاورثو دي، وشابتر البوندنج في الكمبوزر او يعني في الريستارتيف ما بيتغيروش. اللي بيتغيروا بقى التكنيكس، تمام، اللي اقول لك بقى احنا نزلنا ماتريكس باند بتشتغل بطريقه مختلفه، اقول لك احنا حطينا جبنا امبلانت تكنيك مختلف عشان تحط الامبلانت بطريقه مختلفه، بس انت في الاساس معتمد على البيزك نولج اللي احنا هناخدها مع بعض النهارده. وحضرت النهارده انا سميتها اندرستاندنج اوف امبلانت، تمام، الكونسبت بتاع الامبلانت، بس ممكن نسميها اسماء ثانيه كتير زي بون فيسيولوجي او بون هيلينج، وده العنوان اللي ظاهر عندكم دلوقتي البون هيلينج، تمام. ليه بقى؟ لان دي الكونسبت اللي قايم عليه ان الامبلانت يمسك في العظم، تمام. امبلانت ماسك في العظم ازاي؟ امتى اقول ان الامبلانت دي نجحت؟ تمام، لما تمسك في العظم وتبقى الامبلانت and bone acting histologically and functionally as a one unit. طيب نوصل لده ازاي؟ ازاي امبلانت وحته حديده او تايتانيوم، ومش كل الامبلانت تايتانيوم برضو يعني زي ما احنا هنكتشف دلوقتي، هنحكم مع بعض دلوقتي بالبروبيرتس اللي احنا محتاجينها، ايه الماتيريال احسن ماتيريال يتصنع منها الامبلانت؟ ازاي اجيب حته حديده او معدن او حاجه بره الجسم وتمسك في الجسم؟ تمسك هيستولوجيكالي، عشان يعني ايه هيستولوجيكالي؟ يعني حطيتها تحت الميكروسكوب هلاقي الجسم ماسك فيها كانها جزء منه. حصل كده ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض النهارده. انا عارفه ان الكلام ده قد يكون شكله يبان ان هو نظري، انا هنفهم يعني لما ندخل في المحاضره هنعرف ان انا زي ما اتعودتوا مني دايما بطلع لكم منه التبس اند تريكس، نربط النظري بالعملي بحيث ان انت تبقى فاهم انا بعمل كده ليه، يعني كل ستيب انت بتعملها انا بعمل كده ليه بناء على النظر بتاعها. اوكي، اتمنى ان شاء الله المحاضره تعجبكم. انا هبدا في المحاضره ومش هلغي الكلام كتير، انا جايبه لكم فيديو دمه خفيف قوي، هنمشي الفيديو مع بعض وفي نص الفيديو هنتكلم. هم قالوا لي دي فكره المؤتمر السنه دي ان هو يبقى عباره عن لايف شوز كده يعني وكلام لايف، حاولت اخليها لايت على قد ما قدرت يعني، فخلينا نتابع كده مع بعض. يا رب يكون الفيديو عندكم شغال، حد بس يقول لي يكتب لي ان الفيديو بدا يشتغل. الفيديو ده بيحكي قصه الامبلانت واحنا دلوقتي بنحفر نعمل دريلينج، حطينا الامبلانت في العظم، وايه بقى اللي بيحصل؟ انا كاني دخلت جوه جسمك وبتفرج ايه اللي بيحصل من وانا بعمل دريلينج جوه العظم، وهنمشي واحده واحده مع الفيديو، تمام، وهنقول مع بعض ايه اللي حصل وكل حاجه حصل دي حصلت ليه وايه المشاكل اللي هتحصل في كل ستيب وازاي تجنبها وهكذا، تمام. ده شكل البون عادي، يا ريت حد يبعت لي كده على زي ما بيبعتوا يقولوا لي كده ان الفيديو شغال وان الصوت يعني الدنيا مش طب ايه اللي ظاهر عندكم؟ هو بيقول لي ان الفيديو مش شغال. طب استنوا دقيقتين كده، متهيألي في ديلي بس. لسه مش شغال.
تمام كده، معلش يا شباب كان عندنا مشكلة تقنية، يا رب بس تكون الدنيا ضبطت كده عندكم، الفيديو يشتغل، حد كده يقول لي ايه الأخبار، شغال؟ تمام، يا رب يكون شغال، لو مش شغال حد يبعت لي. احنا كده كأننا دلوقتي دخلنا جوه البوم، تمام؟ دخلنا جوه البوم وهنتفرج بقى ايه اللي هيحصل من اول ما نحط الامبلانت على مستوى السيلولر، تمام؟ على مستوى السيلز، لان احنا قلنا هدفنا ان احنا نوصل لمرحله الاوسيو انتجريشن، ان الخلايا تمسك في الامبلانت بتاعنا ويبقى هي والبون، الامبلانت بتاعنا والبون از اكتنج از وان يونت، تمام؟ تعالوا كده نشوف ايه اللي بيحصل، ومع كل خطوه هنقول ايه الحاجات اللي احنا نعملها بقى، ونخلي بالنا من ايه وليه بنعمل كده، تمام؟ ده drilling. اوكي؟ اول حاجة عملناها لما عملنا drilling حصل bleeding، والbleeding ده اول phase من ال phases of healing. ده drill بتاعنا بتاع الimplant، جه عمل drilling في العظم، اول حاجة حصلت bleeding، تمام؟ وبدأ يحصل distraction في البون cell، في البون اللي موجود trapecially، وبدأنا نحط الimplant اهو. ده كده process of healing او البون فيسيولوجي بدأ يشتغل. ايه هي البروسيس بقى؟ دي phase 1، بصوا عليها كويس، اسمها سوري اسمها hemostasis. طيب معلش، وللأسف معلش على المشاكل التقنية اللي موجودة عندنا. اول فيز بتحصل في الاوستيو انتجريشن هي الهيموستاسيس فيز. هيموستاسيس يعني بيحصل ان وقف للنزيف ده. دي اول فيز من الفيزز اوف هيلينج اوف امبلانت، وكل فيز من دول فيها كذا فاكتور، الفاكتور دول هم اللي بيأفكتوا نجاح الامبلانت ده من عدم نجاحه. طيب فيز اوف هيموستاسيس يعني ان يحصل وقف للبليدنج. انتوا عارفين فاكرين من الفسيولوجي الهيموستاسيس كان بيحصل ازاي؟ ازاي جسمنا بيقدر ان هو يتعامل مع النزيف ويوقفه؟ اول حاجه بتحصل فازو كونستريكشن، تمام؟ تاني حاجه بتحصل بليتلت اجريجيشن او بليتلت بلاد، وبعد كده بتتكون الكلوت. العيان بتاعي لازم يكون عنده الهيموستاسيس ميكانيزم ده شغال، يعني العيانين اللي عندهم مشاكل في الهيموستاسيس او عندهم مشاكل ان هو يكونوا بلاد كلوت، دي اول فيز من فيزز اوف امبلانت سكسس مش هيعرفوا يعدوها. اما تخيل لسه مش عارف يطلع السلمه الاولى هيكون عظم ازاي. طيب دي اول حاجه اي شود كونسيدر، ان انا اكونسيدر ان العيان الهيموستاسيس ميكانيزم عنده شغاله كويس. طيب مين هم الناس
اللي عندهم مشاكل في الهيموستازيس فابدا ان انا اخلي بالي منهم، تمام؟ اللي هم عيانين كل عيانين عندهم مشاكل مع البليدنج، نفس الناس اللي احنا كنا بنخاف منهم في الخلع اكيد هنخاف منهم لما نيجي نعمل امبلانت. اللي هم مين بقى؟ تعالوا كده نفتكرهم مع بعض. العيانين اللي كان عندهم هيموفيليا او عندهم امراض او مشاكل وراثيه بتمنعهم من ان هم يعملوا اي بروسيدجر جراحيه، لان هم عندهم سيوله في الدم ونزيف، وبالتالي مش هنقدر نتعامل مع اي نزيف هيحصل سواء خلع سواء امبلانت. اوكي، دول عيانين ودول عددهم قليل جدا، اللي هم العيانين بتوع الهيموفيليا اي والهيموفيليا بي، والعيانين اللي عندهم فونول براند فاكتور ديزيزز والحاجات زي كده. طب هنشوفهم في الحياه قليلين جدا. طيب في جروب تاني من العيانين برضو هنقابلهم في الجراحه في الخلع العادي، واكيد طبعا هنقابلهم مع الامبلانت لان هي جراحه برضو، نفس الحاجات الكونسيدريشن والكونترا انديكيشن او الحاجات البريكوشن اللي باخدها مع الخلع هاخدها مع الامبلانت نفس الكلام. طيب اللي هما مين بقى؟ العيانين اللي بياخدوا اورال انتي كواجولانتس، تمام؟ العيانين اللي هما عندهم ادويه بياخدوا، مش عندهم يعني، بياخدوا ادويه تسبب لهم السيوله. مين دول بقى؟ مين العيانين دول؟ العيانين اللي عندهم مشاكل في الهارت، العيانين اللي مركبين بروتاتيك فالف، العيانين اللي كانت عندهم جلطات قبل كده سواء في المخ او سواء في الجسم، تمام؟ كل دول العيان ده لازم، اكيد هو مش لازم يقول لك ان انا باخد ادويه للسيوله، هو مجرد يقول لك انا ركبت دعامات في القلب، انا عملت قسطره في القلب، انا عملت عندي مشاكل في القلب، تعرف على طول ان هو اكيد بياخد ادويه للسيوله. طيب ايه هم ادويه السيوله دي؟ دول كتير بصراحه، لسه طويله جدا يعني، مش كلهم بنتعامل معاهم زي بعض. في حاجات ما بنبقاش قلقانين منها قوي وتاثيرها قليل وبنقدر الدنيا تعدي عادي، اللي هم زي ايه؟ زي اللي اغلب الناس بتاخدهم، كل العيانين اللي فوق ال 50 بروفلاكتيك كده بياخدوا دوز قليله جدا من الاسبرين. الاسبرين بيعمل سيوله في الدم ان هو بيشتغل از انتي بليتلت، فبالتالي بيبقى عندنا شويه مشاكل معاه مش كتيره، بيأثر على اول على تاني فيز من الهيموستازيس اللي هي البليتلت بلوج، تمام؟ لان هو اكتنج از انتي بليتلت. طيب تاثيره محدود، يعني العيان ممكن يبطله قبلها بيومين ثلاثه، او حتى لو ما بطلوش مش هيأثر عليا قوي يعني، مع ان هينزف شويه زياده مش كتير، بس مفيش حاجه مقلقه. طيب مين بقى اللي بقلق منهم قوي؟ العينين اللي واخد حاجه اسمها اورال كان انتي كواجولانت اللي هما الورفرين، تمام؟ ده دواء العيان بيبقى عارف ان هو بياخد ادويه سيوله، والدواء ده عشان اتاكد ان العيان بياخده دايما بيبقى ماشي ومعاه شورت اوف اي ان ار، تمام؟ اي ان ار ده تحليل احنا بنعمله بنشوف بيه السيوله بتاعت العيان، علشان التحاليل كتيرة بتاعت السيولة، فهم عملوا لنا حاجة لطيفة اسمها INR International Normalized Ratio. يعني بيعمل ايه؟ قال لك بص، احنا بدل ما نلخبطك بان كل معمل بيشتغل بطريقة، فاحنا عملنا لك جبنا النورمال في الناس، يعني عيانين النورمال، يعني الناس الطبيعية المفروض ان الافريج بتاعهم يبقى كام، تمام؟ وقسمنا لك المريض بتاعك على النورمال، تمام؟ وطلعنا لك رقم، تمام؟ فلو العيان بتاعك نورمال المفروض الرقم ده يبقى كام؟ يبقى واحد، تمام؟ طيب لو العيان بتاعك ابنورمال وطلع واحد ونص، تمام؟ ده معناه ان الفرق بينه وبين النورمال كتير ولا قليل؟ لا كتير. ليه؟ لان هو الواحد ده ريشيو، الواحد ده مش واحد، الواحد ده يعني واحد يعني مره ونص قد الطبيعي، لما يطلع لك واحد ونص اذا مره ونص قد الطبيعي. طب انا لحد امتى اقدر ان انا اشتغل سيف، سواء خلع سواء امبلانت، لان هو سيرجيكال بروسيدجر، امتى اقدر اشتغل سيف؟ لحد ما على البون لحد 2.5، 2.5 دي رقم 2.5 في الاي ان ار يمثل ايه؟ يمثل 2 مره ونص قد الطبيعي، تمام؟ عشان بس الناس تقول لك ايه ده الواحد من الاثنين ما فرقتش، لا فرقت، لان هي معناها ضعف الطبيعي. طيب فده العيان اللي بياخد الادويه اللي هم الورفرين اللي هو الماريفان، تمام؟ ده بقيس له ده. في ادويه تانية جديد كتير بتعمل برضو مشاكل على البليتلت، انا لازم اعرف من العيان بياخد ادويه ايه، وبعرف منه بشوف التحاليل بتاعته، واهم عشان بس ما ادخلكوش في حاجات كتير تبقى صعبه عليكم، بشوف الاي ان ار، ده رقم بالنسبه لي مهم، وبشوف عدد الصفائح العيان البليتلت بتاعته عددهم قد ايه. احنا قلنا اغلبيه الادويه يا اما بتشتغل على الاي ان ار، تمام؟ او بتشتغل على الصفائح تقلل عددها، فلو الرقمين دول مظبوطين معاك اشتغل وما تخافش في اي حاجه.
اوكي، احنا عرفنا اقصى رقم ليك 2.5، في ناس ممكن تقول لك 3، بس انت كحد لسه صغير ما عندكش حاجات تقدر ان انت ميجرز تقدر ان انت تتعامل بيها في العياده، فخليك لحد 2.5 فيري سيف. طيب عن في ميس كونسبت عند الناس، عند اغلبيه الدكاتره الصغيرين، يعني احنا بنخوفكم قوي، احنا بنديكم سيستميك مانجمنت وسيستميك ديزيزز، فنقول لك عيان الهايبرتنسيف ده تمام، اللي بنخلي بالنا منه، بنشوف حاجات كتير، وممكن نشوف الادرينالين، نشوف هنديله قد ايه ادرينالين في الاناستيزيا وهكذا. فانت بتخاف وبتدخل الحاجات في بعضها، وتلاقي كتير منكم بيعتقد ان العيان الهايبرتنسيف ده عيان لايبل ان يحصل له بليدنج، which is wrong, totally wrong. تمام، عيان الهايبرتنسيف ما عندوش مشكله مع سيوله الدم، ما عندوش مشكله في البليدنج، عنده مشكله في البرفيوجن. بمعنى يعني مثلا حاول اضرب لكم مثال عليها. طيب انت دلوقتي كلكم اشتغلتوا بالنوديولز بتاعت الاسنان صح؟ مش انت عندك زرار بيوطي الميه ويعليها صح؟ بس الميه في كل الحالات شغاله صح؟ انت الزرار اللي لما تعلي الميه على الاخر هتخلي الاماونت اوف ووتر اول ما تشغلها تبقى كتير، هو ده عين الهايبرتنسيف. عشان البرفيوجن عنده عالي جدا، القلب بيضخ كميات دم بقوه باندفاع شديد، فبالتالي العيان ده مع اول ضربه مشرط او مع اول اكستراكشن تلاقي دم كتير، بس الدم هيقف في الوقت الطبيعي بتاعه. يعني البليدنج احنا بنقيسه بالتايم، يعني بقيس الكواجيليشن او الهيموستاسيس تمام، بقيسها بالتايم مش بقيسها بالاماونت تمام. فالعيان ده ما عندوش مشكله في التايمنج، العيان ده التايمز بتاعته كلها مظبوطه وعدد الصفائح كلها مظبوطه، مشكلته في ايه؟ في البرفيوجن. اول ما تيجي تخلع له تحس ان الدم كتير تمام، كتير اماونت تمام، بس هيقف في الوقت المظبوط بتاعه، في الوقت الطبيعي بتاعه. فالعيان ده مش هيروح بالليل يقول انا بنزل، لا، هو انت بس هتتخض من منظر الدم الكتير، لكن مفيش اي مشكله خالص. طبعا احنا لينا رنجات في نفس الرنجات الطبيعيه اللي احنا بنشتغل عليها مع الضغط عادي جدا. طيب دي الحاجات اللي احنا اللي نخلي بالنا منها. انا دلوقتي انا لسه يعني دي تقدر تعتبرها ان احنا كاننا اتكلمنا عن البيشنت سيلكشن، بس انا بتكلم بطريقه عكسيه. انا دلوقتي اول فيز عشان العين يعدي منها محتاج ان هو يعدي من الهيموستاسيس، العين اللي مش هيعدي من الهيموستاسيس مش عارف يدخل على فيز 2 تمام، او هيبقى عنده ديستربنس في الفيزز اللي بعدها، او محتاج مني تدخلات عشان يعدي الهيموستاسيس او الفيز 1 بسلام. احنا كده خدنا بالنا ان العيانين الهيموفيليا عيانين اللي عندهم مشاكل مع البليدنج، وعرفنا نتعامل معاهم ازاي، وعرفنا ان الصح بتاعهم يبقى ايه. طيب عندي حاجه تانية بالنسبه للهيموستاسيس؟ لا، الهيموستاسيس المفروض بتاخد وقت قد ايه؟ بعد دقيقه بالظبط او دقيقتين من اول ما البليدنج بيحصل تبدا عمليه الهيموستاسيس، ودي اول حاجه جسمك بيفكر يعملها وبيتعامل بيها مع الامبلانت، ان هو يوقف النزيف اللي حوالين البليدنج تمام. بعد ما النزيف بيقف مفروض لحد ما تتكون كلوت محترمه توقف النزيف بياخد وقت قد ايه؟ around hours، ساعات، لعدد ساعات. بعد كده بتبدا معانا فيز 2 تمام. تعالوا نتفرج عليها مع بعض وبعدين نكومنت. بصوا يعني ده المفروض ان ده يا شباب الامبلانت سيرفيس. بص الكلوت بدات تتكون على الامبلانت سيرفيس ازاي، الكلوت دي بعد كده هي اللي بتتحول لبون صح. مش احنا في الاكستراكشن بنقول لك ان الكلوت دي اللي بتبقى موجوده في الساكت بعد ما بنخلع مش عايزين نحصل لها ديستربنس، هي دي اللي بعد كده هو ده الهيلينج بتاع الساكت، هو ده اللي هيحصل بعد كده. البليتليت اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتعمل كلوت،
هي اللي بتدخلنا في الفيز 2 اللي هو احنا هنتكلم عنه دلوقتي حالا، هي اللي بتجيب الخلايا بتبقى تعمل زي الارم او انذار كده، يلا كل الخلايا تيجي عشان احنا عندنا هنا انجري عايزين نصلح المكان ده، تمام؟ هيجي جسمك يلاقي المكان ده كان جوه بون، هيصلحه بايه؟ يصلحه ببون، تمام؟ عندنا تو اوبشنز من هنا، ان يتصلح ببون ويحصل عندنا حاجه اسمها اوتو انتجريشن، او يتصلح بفايبروس تيشو ويكون عندنا وات از كولد فايبرو انتجريشن. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين اوتو انتجريشن، عايزين البون هو اللي يجي، تمام؟ فاحنا هنشوف ازاي البون بيجي واحنا ماشيين في كل ستيب، هقول لكم بقى ازاي احنا نقدر نحصل على احسن بون، نحصل على احسن اوتو انتجريشن، ونبعد عن ان احنا يحصل عندنا فايبرو انتجريشن. اوكي؟ ادي phase 2 which is inflammatory phase، تمام؟ طيب inflammatory phase على فكره دي نفس الفيزز او شبهها اللي بيحصل لما جلدك يتعور، بيحصل لما يحصل لك mandibular fracture، بيحصل في pocket healing، قريبين مع اختلافات بسيطه يعني. طيب phase number 2 which is inflammatory، هيحصل هنا process of inflammation. ليه بقى؟ لان انت لما عملنا drilling ايه اللي حصل؟ دخلنا معانا شويه saliva which is مليانه بكتيريا، تمام؟ البكتيريا دي دخلت جوه البون which is sterile، دخلت جوه blood stream which is sterile برضو، فده كل ده بيستيميوليت الاميون سيستم ان هو يبدا يشتغل ويشوف ايه البكتيريا اللي دخلت ويشوف ايه الحاجات اللي دخلت ويبدا ينظف كل الدنيا دي، تمام؟ طيب عايز اسالكم سؤال كده، احنا قلنا هي فيزس والعيان لازم يعديها، تمام؟ المريض اللي عنده مشكله مع الانفلاميشن ما بيعرفش يتعامل مع الانفلاميشن كويس، تمام؟ ده هيبقى كانديديت كويس للانفلانت؟ لا، انا عايزه يعدي فيز 2، يعني عايز اميون سيستم شغال. مين عيانين احنا بنتعامل معاهم عندهم مشكله مع الاميون سيستم؟ عندهم مشكله مع الوايت بلاد سيلز، عندهم مشكله مع البروسيس اوف هيلينج، تمام؟ اول عيان انت هتقابله ده يعني عيانين كتير، يعني ده عددهم كبيره هتشوفهم بنسبه كبيره، ودول اكتر ناس بيحصل معاهم فيلير في الامبلانت، اللي هم عيانين الدايابيتيك بيشنت بالذات الانكنترول. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ كلنا عارفين as a general knowledge كده ان عيان اللي عنده سكر عنده مشكله مع الهيلينج، جروحه ما بتخفش، تمام؟ طيب انت عايز اللي جرحه ما خفش ده هيكون بونص ازاي؟ اذا كده هو مش هيعرف يعدي الفيز اوف انفلاميشن، فمش هيعرف يدخل على الفيز اللي بعدها، تمام؟ اللي فيها بيكون البون، فبالتالي ده اكتر عيان بيحصل معاه فيلير. هو السكر او الدايابيتك بيشنت ده بيبقى عنده ايه؟ يبقى ليه لايبل للانفكشن؟ ليه عنده مشكله في الانفلاميشن؟ لان زي ما هنشوف دلوقتي ان الفيز ده بيعتمد في الاساس على الوايت بلاد سيلز. عيانين اللي عندهم السكر عندهم مشاكل مع الوايت بلاد سيلز، كل ما يعلى نسبه السكر في الدم كل ما الوايت بلاد سيلز ما بتشتغلش. في حاجه هنشوفها دلوقتي، الوايت بلاد سيلز عشان تشتغل محتاجه تعمل حاجات اسمها بيجمنتيشن وفاجوسايتوزس، كل الحاجات دي الهايبر جلايسيميا بتموت الاميون سيستم، بتخليه ما يعرفش يشتغل. فبالتالي العيان الفيس دي لا اما بتطول لا اما العيان ما بيعرفش يعديها اصلا. عيانين السكر عندهم حاجه اسمها ديزيزز يعني اسمها دايابيتك فود وكده، العيان ما بيعرفش يمانج الانفكشن، وكل ما تزيد نسبه الان كنترول كل ما هو مش عارف يمانج الانفكشن. عشان كده الشركات، بعض شركات الامبلانت عملت امبلانت معالجه بطريقه معينه على السيرفس بتاعها بحيث انها تحفز الجسم ان هو يعدي الانفلاماتري فيه. عشان كده احنا بنعمل دايما لعيان السكر تحاليل عشان نتاكد ان هو كنترولد او لا. طيب معنى ان هو ان كنترول، تمام، ان هو مش عارف يعدي الفيز. احنا يعني عدد قليل جدا من العيانين اللي احنا بنقول لهم انت ما ينفعلكش امبلانت منهم عيان الدايابيتك الان كنترول. طب هعرف منين ان هو كنترول او ان كنترول؟ عندي تحاليل معينه بقدر ان انا افهم منها. ايه التحاليل بتاعت عيان السكر؟ حاجه اسمها اول حاجه اسمها راندوم بلاد شوجر، تمام؟ راندوم اللي انا هاخدك كده دلوقتي حالا وقيس لك نسبه السكر في الدم حالا، تمام؟ دي مش ريلايبل، يعني مش دي هقدر اعتمد عليها اذا كان كنترول او لا. طب ايه تاني؟ عندي حاجه اسمها صايم وفاطر، الفاستنج والبوست برانديال، تمام؟ ده
انت هتصوم شويه وهقيس لك وانت صايم وهقيس لك وانت فاطر، ده برضو النهارده بيديني انديكيشن سكرك عامل ازاي النهارده. زي ما احنا عارفين السكر ده which is chronic diseases، تمام؟ فالعيان تاثيره على العيان بيبقى على خلال شهور وسنين، تمام؟ ممكن يكون العين دلوقتي كويس بس خلاص السكر دمر جسمه، دمر جهازه المناعي، تمام؟ حتى لو هو كويس حالا بس جهازه المناعي بقى مش شغال خلاص باظ، زي حد مثلا جاب درجه وحشه في الامتحان ده، تمام؟ فممكن قد يكون عنده ظروف النهارده فعشان كده ما عرفش يذاكر او اليومين دول، انما هو في كل الامتحانات بقى له سنين بيجيب 50%، فاذا دي الكباسيتي بتاعته هو ما يقدرش يجيب اكتر من كده. اما يبقى عيان اجي اعمل له حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري او جلايكوزايليتد هيموجلوبين، ده بيقيس لي العيان البرفورمانس بتاع الجسم خلال الفتره من 3 ل 6 شهور اللي فاتت، تمام؟ هيديني تصور عن جسم العيان شغال ازاي دلوقتي، تمام؟ فلما بنعمله بنلاقي العيان بوست ارقام معينه وصل ل 10 مثلا، المفروض هو النورمال بتاعه 5 ل 6، فلما نلاقي العين وصل ل 10، 10 ده يعني ضعف الطبيعي، يعني اذا نسبه السكر الزياده في الدم ضعف الطبيعي لفتره طويله، فالعيان كده البرفورمانس بتاع كل وظائف جسمه بقت النص تقريبا، يعني لو جهازك يعني نقدر نقول كده ان جهاز المناعه بتاعه شغال ب 50% من طاقته بس، تمام؟ فاذا ما دام عدى ال 10 احنا بنتوقع ان العين ده يحصل له فيلير في الامبلانت، وغالبا اغلبيه الناس ب 10 دي محدش هيرضى يحط له زرعات، الا سبيسيفيكلي طلعت من فتره حد شركات اسمها سترومان شركه سويسريه عملت موديفيكيشن على الامبلانت سيرفيس بان هو يتحط فيه حاجات معينه معموله مخصوص للناس دي انها تحسن لهم الهيلينج وتحسن محطوط عليها حاجات تساعدهم يعدوا الانفلاماتري فيلير. طب مين عيانين تاني عندهم مشاكل مع الانفلاماتري فيز؟ تاني عيانين بتخاف منهم عيانين الهيفي سموكر. ليه بقى؟ عيان الهيفي سموكر ده السموكينج بيعمل ايه؟ الهيت الدايم اللي جوه البق ده بيقلل البرفورمانس بتاع الاميون سيستم، بيدمر الخلايا. زي ما احنا هنعرف كمان شويه ان الخلايا بتموت من درجه الحراره اما بتوصل 47، يعني اول ما توصل درجه الحراره 47 كل السيلز بتبدا انها تموت. فاكرين لما كنا بنقول لكم ما حدش يشتغل كونترول غير كولينج؟ ليه؟ لان الهيت اللي بيحصل نتيجه الدرالينج والهيت اللي بيحصل كل الحاجات دي بتموت الخلايا، بيحصل نيكروز. الهيت بقى، ما تخيل احنا مش عندنا هيت بس اثناء الدرالينج، العيان عمال يدخل هيت جوه بقه وجرح مفتوح، تمام؟ انا مستنيه يحصل له هيلينج، الخلايا بتموت قبل ما يحصل التئام للجرح. فبالتالي العيانين دول اكتر عيانين بيحصل معاهم فيلير الامبلانتس، لان هم ما بيعرفوش يعدوا الانفلاماتري فيز. معنى ان العيان ما عرفش يعدي الانفلاماتري فيز، تتوقع ان الفيلير ده ايرلي ولا ليت؟ لان هكلمكم على عيانين بعد كده تجي لك المشكله بس متاخر، عيان يجي لك لما بيجي نحط له لود يعني بعد شهرين ثلاثه الامبلانت فيز، او بعد سنتين ثلاثه الامبلانت فيز. لا، العيان ده عينين دول اللي عندهم مشاكل مع الانفلاميشن بعد اسبوع. احنا بصوا كده يعني مكتوب عليها بتحصل بعد ايه؟ بتحصل within hour after surgery، وبتمتد لمده ايه؟ بتمتد لمده 4 5 ايام. العيان اللي يجي لك على اليوم الخامس ومعاه الزرعايه طالعه في ايده، تمام؟ تعرف سبب الفيلير بتاعها ايه؟ لا، اما في العيان نفسه، تمام؟ ان هو عنده مشاكل مع الانفلاميشن. اول حاجه لما العيان بيحصل كده بقول له انت سكرك عامل ازاي؟ وريني كده الهيستوري بتاع الديزيزز اللي عندك، وحاجات برضو اثناء البروسيجر واحنا شغالين هتكلم عنها كمان شويه. طيب مين عيانين تاني اللي عندهم مشاكل مع الانفلاماتري فيز؟ العيانين، اي عيان عنده مشاكل مع الاميون سيستم، يعني العيانين واخد كيموثيرابي، العيان اللي بياخد كورتيكوسترويد لفترات طويله، العيان اللي عنده اي حاجه من الاوتو اميون ديزيز وبياخد كورتيكوسترويد، يعني فدول اكتر ناس بنخاف منهم. طيب انا طبعا بكفر بانتي بايوتيك واحاول اعمل كل ما في وسعي، تمام، ان انا احسن الاميونيتي بتاعت العيان. وعيان الدايبيتك احنا قلنا بنظبطه الاول، وعيان السموكينج بنقول له يقلل السموكينج، بنقول له مخاطر ده على الزرعات وان ده كده ممكن هيفيل. وهسيبكم مع الفيديو شويه كده نشوف كده ايه اللي بيحصل اثناء الانفلاماتري فيز، وهنرجع نكمل مع بعض.
المفروض ان دي البكتيريا العصيانة الصغيرة دي، المفروض انها البكتيريا دي بكتيريا. ده ايه المفروض البون اللي تحت ده البون اللي اتكسر اثناء الدريلينج. تمام. هندخل كده في الفيس 3 اللي هي البروليفريتيف فيز، ودي بتحصل دايز افتر سيرجري. يبقى اذا الانفلاماتري فيز قعدت معانا دايز، شالت ايه؟ شالت كل البكتيريا اللي كانت موجوده، شالت البون ديبريز اللي كانت موجوده. واحنا بنعمل دريلنج، تمام، سواء امبلانت سواء غيره، انت بتعمل دريلنج، احنا قلنا ان بيتكسر بون، تمام. البون ديبريز دي بتبقى اجزاء من البون اللي اتكسرت ترابيكيلس بتاكتنج از ا فورين بودي، تيجي تحبها جدا البكتيريا. هو بون بقى خلاص ما تتحرق ومات، فلازم ان احنا نشيله وننظف الايريا دي كويس عشان يبقى البون اللي يتكون هيلثي بون. تمام، فتخيلوا معايا كده ان لو احنا زودنا البون ديبريز دي، تمام، زودنا الاجزاء التراشز اللي المفروض ان الخلايا تشيلها، كل ما يزيد حجمها كل ما احنا هنطول فتره الانفلاماتوري فيز، كل ما احنا محتاجه انها هي لازم تخش تشيل الحاجات المشرشره دي كلها تنضفها، تمام. كل ما انا ببعد الامبلانت بتاعي عن سطح البون الهيلثي، تمام، وكل ده ما هيصعب عليا الاوستيو انتجريشن، محتاج ان انا اكون اماونت اوف بون اكبر بكتير من اللي انا كنت هكونها. فاذا اي حاجه هتزود لي الانفلاماتوري فيز اذا هي حاجه مضره على السكسس بتاع الامبلانت بتاعي، سواء على الشورت تيرم او سواء على اللونج تيرم. هنا برضو عايزه اكلمكم في نقطه، سمعتوا طبعا حاجه اسمها immediate loading، صح؟ هتلاقي الناس كلها بتعمل immediate، امتى؟ وقت ما احط الزرعه، وقت ما احط الزرعه اقدر ان انا اعمل loading، بعدها ب4 ايام لا، ممنوع، ممنوع ان انت تحط اي لود على الزرعه، لا تحط في وقتها، تمام؟ لما تحطش. ليه بقى؟ لان الفتره دي انت بتبقى دخلت فتره الانفلاماتوري فيز، الفتره دي اكشلي بيحصل فيها ديجريديشن للبون الاراوند الامبلانت، البون اللي هو الان هيلثي، فالبون الامبلانت فيها بيضعف مش بيقوى، تمام؟ يعني احنا بنربط الامبلانت على تورك، يعني بنثبته جوه العظم بفورس معينه. هتلاقي لو انت كنت قايتها وقت الجراحه هتلاقي مثلا كنت رابط الامبلانت على 35، بعد اسبوع او بعد 4 5 ايام هتلاقي الامبلانت، عشان الانفلاماتري فيز دي بقى مش ماسك في العظم، ممكن تلاقيه حتى كمان بقى لوس شويه. ليه؟ لان فكت الكونكشن اللي انت كنت عاملها بينه وبين العظم، هترجع تكون كونكشن تاني، بس الفتره دي اضعف فترات الامبلانت. بعد 2 3 ايام محدش يفكر ان هو يعمل لود على الامبلانت، تمام؟ لا تعمله في ساعتها، لا ما تعملوش، لا تستنى بقى. تعالوا بقى نتفرج على البروستريتف فيز. زي ما انتم شايفين كل خلية بتيجي بتعمل سيجنالينج للخلايا اللي بعدها. دي الفايبروبلاست واللي هي بتكونه وراها ده الكولاجين فايبر.
عايزه بس احنا الخلايا اللي احنا شفناها اللي شكلها اميبويد شيب دي، الصفرة دي الصغيره دي، خلايا الفايبروبلاست، وليها دور مهم جدا. خلايا الفايبروبلاست في الجسم عامله زي ايه؟ زي قوات التدخل السريع كده، يعني هي اي ما بيحصل اي حاجه في الجسم، اول خليه بتروح بعد الاميون سيستم هي خليه الفايبروبلاست، واول خليه بتبدا انها تبني. بالظبط عامله زي ايه؟ بتمهد الطريق، تمام، الخلايا المهمة اللي جاية بعدها. هنشوف دلوقتي الخلايا اللي هتيجي بعدها المفروض انها خلايا لا اما كوندروبلاست لا اما اوستيوبلاست، هي اللي بتقرر بناء على الوضع اللي هي موجود فيه، او تكمل جرانيليشن تيشو. انت دلوقتي اول ما بتتعور في ايدك، بنات اول ما بتتعوروا انتوا في المطبخ ماسكين سكينة، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هيلينج للحتة دي، مش احيانا بتبقى عاملة طرف كده لونه مغمق شوية عالي شوية، تمام، وبعد كده ممكن بتروح الشكل ده بيروح، لان اول حاجه بتتكون هي حاجه اسمها الجرانيليشن تيشو او الفايبرس تيشو. الفايبرس تيشو ده ارخص تيشو، او يعني تيشو مش مكلف على الجسم، تمام، فده اسرع حاجه بتتكون وده اول حاجه بتتكون، تمام. بعد كده بنشوف بقى جسمك لما بيجي يتابع، شوف بقى ايه، انا دلوقتي خلاص حليت المشكله، عايزه ارجع نفس النسيج اللي كان موجود، لو جلد هيرجع جلد، لو احنا جوه عظم بيرجعوا حاجه من اتنين، لا يرجعوا كوندروبلاست، لا يرجعوا كارتليج، لا يرجعوا بون، بناء على كميه الاكسجين اللي موجوده في المكان، تمام. الناس اللي شويه درس الثيري وكلام زي كده كان بيقول لك احنا بنحط ممبرين عشان الفايبروبلاست ما تجيش، انا عايز البون سيلز هي اللي تيجي. طيب ايه اللي بيحكم القصه دي؟ اللي بيحكم القصه دي المسافه اللي بينك وبين الامبلانت اللي احنا قلنا عليها، اللي جت دخلت الماكروفاجر شالت كل الدبريس وشالت كل الاريا وسابت لك مسافه فاضيه. كل المسافه دي الفاضيه دي بتبقى كتير، تمام، كل ما البون سيلز الاوستيوبلاس از ا فيري شاي سيل، بنسميها شاي سيل، خليه كسلانه وخجوله جدا، مش هتمشي كل المسافه دي، دي مسافه بعيده عليها، فتكون لك 2 3 مايكرون اوف بون وتسيب الباقي فايبرس تيشو، ما تقدرش تمشي المسافه دي، خليه كسوله جدا وخجوله جدا، تمام. حصل اي ديستربنس في البلاد سبلاي في الاريا، في الاكسجينيشن في الاريا، حصل ديستربنس على الامبلانت نفسه، تمام. طب ازاي هيحصل ديستربنس على الامبلانت نفسه؟ اه يحصل، مش انت دلوقتي عملت لي لودنج على الامبلانت؟ دايما لما بنيجي نعمل ايميديت لود على الامبلانت بيقول لك حاسب ان يبقى في اي كونتاكت، هنحط السنه بس هنحطها فور ايفاتك شكلا بس، تحاول ان انت ما تنزلش عليها اي لود خلال 6 اسابيع. ليه؟ لان اللود اللي نزلته ده لو عملت اي ديستربنس وحصل لوسنس او مايكرو موفمنت الامبلانت بتاعك، الاوستيوبلاست مش هتكون بون، وهيفضل اللي عندك اسمه فايبرو انتجريشن مش اوستيو انتجريشن. طيب الفايبروبلاست دي عامله زي ايه؟ عامله زي لو احنا جبنا دلوقتي مجموعه من يعني حبينا ان احنا نعمل مدينه جديده في وسط الصحراء، تمام، اول حاجه هنفكر ان احنا نعملها ان احنا نمد طرق، صح؟ ليه؟ لان الناس اللي تروح وسط الصحراء دي ازاي يعني هقنعهم ان هم يروحوا؟ لازم اجيب لهم ميه واكل ومتطلباتهم، صح؟ فلازم اول حاجه اعملها ان انا اعمل طريق، تمام، طريق عشان الناس تقدر انها تمشي منه، اوكي. فالفايبروبلاست هي بتكون فايبرن نيتورك، وهي اللي بتعمل الطريق اللي بقيه الخلايا هتمشي عليه، تمام. فهي فيرست سيل هتعمل لاينز كده، هتشوفوها دلوقتي نيتورك، الاوستيوبلاست هتيجي انها تكمل عليها الطريق. تعالوا نكمل الفيديو ونكومنت برضه لو في حاجه تانية مع بعض. دي الخلايا اللي هتكون البلاد فيزلز الجداد.
بصوا، ده اول بون اتكون كده حوالين الامبلانت. كونت الاوستيو بلاست، كونت بدات تطلع الماتريكس بتاعها وبدا يحصل له كالسيفيكيشن. طيب هنا في كام يعني تريك كده كلينيكال عايزه اقول لكم عليها. طيب انا اعمل ايه علشان اقلل فتره الانفلاماتوري فيز واحسن فتره البون هيلينج اثناء البروسيدير بقى، اثناء وانا بعمل درينج للامبلانت؟ اول حاجه تستخدم كولينج كويس جدا وانت شغال الامبلانت. ليه بقى؟ علشان اللي احنا قلنا الهيت هيتموت الخلايا، فبالتالي مش هيبقى عندنا خلايا تعمل اوستيو انتجريشن، وده يعني بيبقى مهم اكتر مع كل ما تزيد الهاردنس بتاع البون. يعني لو انا بشتغل في بون دي 1 انا محتاج كولينج اكتر من البون بتاع دي 4 او دي 3. تمام؟ طيب الكولينج واحنا في الايام الحر دي اللي زي كده، السلايم بتاعك انت هتشتغل بيه لازم تحطه في الثلاجه. تمام؟ على ان انت لو حطه في العادي درجه الحراره في العاده 40، احنا قلنا الخلايا بتموت عند 47 46، فالفرق كده مع الهيت كمان اللي بيحصل مع الدريل هيبقى كده، لا يعني كده مش هينفع. فلازم ان انت تحطه في الثلاجه بحيث ان هو يبقى ساعه درجه حرارته مثلا 10 8، بحيث ان هو يقدر ان هو يبرد فعلا، ويكون ليه افكت. بعض السيستمز بيكون فيه حاجه اسمها internal irrigation وبروفيوز irrigation، يعني احيانا بخلي حد كمان من بره يعمل لي irrigation بصلاين غير اللي بيبقى موجود في الكونترول. طيب ايه تاني اعمله؟ ايه الحاجات اللي تقلل الهيت اثناء drilling؟ ان انت تستخدم كيت جديده، ان الفلوتس تبقى شارب ما تبقاش دال، كل ما تبقى شارب كل ما تكون بتقطع وما بتطلعش هيت. تمام؟ فالمفروض ليها عدد، الكيت بتاعت الامبلانت دي ليها عدد من مرات الدريلنج، تمام؟ ما تزودش عنه. اوكي؟ طبعا كل الحاجات اللي احنا قلناها، ان انت تحاول ان انت تقلل الحاجات اللي بتعمل ديبريز زياده. يعني بمعنى اقول لكم، اصل في تكنيك نازل كده مؤخرا وانا كنت معترض عليه، يعني تكنيك في الدريلنج، بان احنا المفروض وانت بتعمل دريلنج لاي حاجه او بتحفر باي حاجه بيطلع لك الدبريز، صح؟ بتبقى جوه الدريل نفسه. طلع الدريلز بقى الفتره الاخيره بتلف عكس، تمام؟ بتلف بدل ما هي بتلف كلوك وايز تلف انتي كلوك وايز. فكرتها انها بتعمل ايه؟ بتزق الدبريز دي جوه، تمام؟ جوه البون، بدل ما تطلعها بره بتزقها جوه. تمام؟ فمعنى كده ان انا هحتاج وقت اطول في الانفلاماتري فيز، الماكروفاج انها تشيل كل الدبريز دي، لان هي بالنسبه لي هتزود لي الانفلاماتري فيز وهتاثر لي على الافكت اوف هيلينج. عبال ما تتشال كل الدبريز دي هيبقى الفرق بيني وبين الهيلثي بون بقى حوالي اكتر من 20 مايكرون 25 مايكرون، انا وسعت الجاب اريا. تمام؟ فبالتالي قللت اماونت اوف، يعني قللت الكواليتي اوف بون اللي هيتكون. وهقول لك ازاي ده، يعني ازاي ده حصل دلوقتي. تمام؟ فاذا اي تكنيك بيزود لك الدبريز جوه البون ده هيبقى تكنيك بيأفكت على الكواليتي في اصلا انتجريشن. طبعا اما تيجي تحط الامبلانت، مفيش حد يحط الامبلانت ويسيبه لوس. تمام؟ سمعتوا كلمه في الفيديو اسمها implant stability او bone contact او immediate stability. immediate stability دي احنا بنجينها منين؟ ازاي بنحصل عليها واحنا لسه ما تكونش بون؟ هقول لك عادي جدا، اول ما بتحط الزرعه بتبقى ماسكه في البون بس لسه مش هيستولوجيكال. مش هيستولوجيكال يعني ايه؟ يعني لسه مفيش خلايا اتكونت ولا بون اتكون، بس الزرعه ماسكه في البون. بايه؟ ميكانيكال واي. لو انت جبنا مسمار دلوقتي وحطيناه في الحيطه، هيمسك ولا مش هيمسك؟ هيمسك، هيمسك في الحيطه. بايه؟ هل في خلايا مسكت المسمار في الحيطه؟ لا، مسك بالفراكشن. تمام؟ شحطناهم في بعض، يعني حطينا حاجتين في بعض بالباي فراكشن كده، مسكوا في بعض. ده اللي احنا بنعتمد عليه خلال فتره لحد ما يحصل اصلا انتجريشن. تمام؟ بنعتمد على الميكانيكال واي اوف بون ستابيليتي، اوف امبلانت ستابيليتي. تمام؟ فاول ما بتحط الامبلانت في حاجة كده احنا بنعملها اسمها بنقيس التورك. يعني ايه؟ بنقيس العزم اللي مربوط عليه الامبلانت. اللي منكم عنده عربية دلوقتي بقى كل بتوع الكاوتش لما بيجي يركب لك المسامير بتاعت الكاوتش، تمام، بقى بيربطها لك على عزم، يقول لك انا قربت على المسمار بقوة معينة. تمام؟ عشان كده ما بقاش بقى نسمع زي زمان ان الكاوتش العربية طار والحاجات دي. تمام؟ لانها مربوطة على العزم، فاحنا بنحسب التورك اللي داخل بيه الامبلانت. تمام؟
لا ما احنا شغالين، فالمفروض ان الامبلانت بتاعك ما تسيبوش جوه البون لوز، تمام؟ لان ده بيأثر على الاوستيو انتجريشن بعد كده، تمام؟ في الكواليتي، تمام؟ بس لو حطيت امبلانت لوز ممكن يمسك في العظم بعد كده؟ اه طبعا ممكن يمسك، يعني ممكن تحطه لوس ويمسك، يعني بعد 6 شهور لما تفتح عليه او 5 شهور تلاقيه مسك في العظم كويس. بس ده هيفقدك كذا ميزه. اولا مش هينفع تعمل immediate loading، احنا قلنا عشان يتربط في العظم كويس، تمام؟ لازم يعني عشان احط عليه لود لازم يكون مربوط في العظم كويس، لان اوريدي خلال اسبوع هيفقد نص ده، تمام؟ فكده انا مش هعرف احط عليه immediate load. الحاجة التانية الكواليتي، اللي انا بقول لكم الكواليتي هيفرق، الكواليتي هيفرق. تعالوا عايزة اوريكم، لو ينفع اخرجكم من الفيديو كده واوريكم صورة عندي لزرعات انا عاملاها، ده بعد اسبوع بالظبط. عايزة اوريكم بس شكل يعني عشان تبقوا متخيلين معايا اللي بيحصل. بصوا كده على الزرعة دي، تمام؟ يا رب تكون باينة عندكم، حد يبعت لي كده يقول لي باينة ولا لا. ايه اللي حصل هنا؟ بصوا الزرع حواليها بينها وبين البون عامل ازاي. هتلاقوا في زي في ريديلوسنت لاين اول اراوند، صح؟ ده اللي حصل، يعني ده شكل الزرع في الاكس راي بعد اسبوع من فتره الانفلاماتري فيز. طيب احنا دلوقتي لو عندنا دي الزرعه وده البون، تمام؟ الجاب دي، تمام، دي اللي احنا قلنا الاوستيوبلاست بتيجي انها تتكون فيها، تمام، ويتكون البون فيها. عندي تو سايد، احنا كده مكبرين والمفروض تحت الميكروسكوب المسافه دي هتبقى ابعد من كده. عندي حل من اتنين، يا اما الاوستيوبلاست تيجي تمسك على سطح الامبلانت، ده لما يكون الجيب قليله جدا اقل حاجه، تمام، تيجي تمسك على سطح الامبلانت ويتكون البون من سطح الامبلانت للبون العادي، او يحصل العكس، او تيجي الاوستيوبلاست تتكون على سطح البون ومنه للامبلانت. انه تفتكروا انه احسن للاوستيو انتجريشن، انه هيديني اوستيو انتجريشن الكواليتي بتاعته احسن؟ طبعا لما الاوستيوبلاست تيجي تمسك على سطح البون. طيب دي يفرق فيها ايه؟ يعني ايه اللي يخليني اوصل لاحسن حاجه كده؟ اول حاجه نوع الامبلانت يكون كويس. في حاجه انتوا سمعتوا عنها بس يعني مش متخيلين اهميتها، او يعني ازاي بتفرق او كده. حاجه اسمها سيرفيس تريتمنت للامبلانت، سطح الامبلانت ده بيبقى متعالج، تمام، معالجات معينه. زي ما انا قلت لكم من شويه ان في بعض الشركات بتحط حاجات عشان عيان اللي عنده دايابيتس مثلا تحسن له الاوستيو انتجريشن، نفس الكلام بعض الشركات بتحط حاجات، تمام، تحسن تجذب خلايا الاوستيو بلس انها تيجي تمسك فيها، تمام. فطبعا ده هيديني ميزه اعلى للامبلانت، تمام، وهيخلي احصل على كواليتي احسن. ايه تاني؟ ان الجاب ما بين الامبلانت وما بين البون ما تبقاش بعيده، كل ما تبعد الجاب، لا ده الخلايا احنا قلنا اتس شاي اتس بلس شاي وكسوله وما بتحبش تمشي مشاوير كتيره، تمام، فهتيجي اقرب مكان ليه هيبقى سطح البون الطبيعي، تمام، فتيجي تبدا منه. عشان كده ال الستابيليتي بتاعت الامبلانت وانت بتحطه دي هتفرق معاك في الكواليتي، تمام؟ كل ما يكون الامبلانت ستيبل معشق في العظم كويس، تمام، ده هيكون احسن للكواليتي اوف بون اللي بيتكون. طيب ده مش يعني مش على اطلاقه، يعني احنا لينا رقم معين المفروض ان احنا ما نعلاش عنده. بمعنى يعني لو انت زودت ستابيليتي للبون قوي بتعمل حاجه اسمها عكس، بتعمل حاجه اسمها بريشر نيكروزس. بريشر نيكروزس ده اللي هو ايه؟ ان مش انت عشقت الامبلانت في البون قوي، بس احيانا قوي ده بيبقى لدرجه ان انت خنقت البلوت فيزلز اللي موجوده وحصل فيها نيكروزس، تمام؟ فبرضه مش عايزين نوصل لده. فاحنا لينا رينج، كل حاجات البيولوجي ليها رينج، الازيد منه وحش والاقل منه برضه وحش، تمام؟ فدي التبس اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها، وكملوا الفيديو لو في حاجه تانية احنا بنتابع مع بعض.
سوري احنا وقفنا هنا. ده المنظر اللي فات ده بعد 6 أسابيع اتكون اللي احنا نسميه الوفن بون. الوفن بون ده يتحمل ان انا اعمل عليه لود؟ لا ما اتحملش الفاينل لود. تمام، بعض الشركات دلوقتي عملت تعديلات على السيرفيس تريتمنت بتاع الامبلانت بتستميليت ان هي بعد شهرين، بعد 6 أسابيع تقدر ان انت في تقدر بتقول ان هي يعني سرعت البيزز دي، وبعد 6 أسابيع فانت تقدر ان انت تلود على الامبلانت بس بايولوجيكلي which is unaccepted. تمام، فمش هيحصل اوستيو انتجريشن كويس الا لما تحصل الفيز رقم 4 اللي هي الريموديلنج فيز. تمام، ويتكون اللي هو التابيكولر بون. انتوا عارفين الفرق بين الوفن بون؟ الوفن بون ده البون بتاع الاطفال اللي لسه مولودين، بيبقى البون بتاعهم بون طري. تمام، الوفن بون ده اول بون بيتكون ساكت، يعني ساكت بعد 6 أسابيع ستيل لسه ما بقاش. لو جيت صورته في الاكس راي هتحس ان هو كانه ريديلوسن، تمام، ستيل مش راديو اوبيك، لسه مش شايفه. تمام، فده مش ده البون اللي نقدر ان احنا نتحمل عليه حتى لو الشركات جت قالت لنا كده. عشان كده كان لازم نفهم امبلانت، عشان لما تيجي شركه تقول لك انا جايبه لك كذا وبيعمل كذا وانت عارف ان ده ضد الفسيولوجي اصلا، يعني ده مش ماشي مع الفسيولوجي، اما يبقى فيه مراجعات حصلت في الفسيولوجي وتش صعب ان البيزك نولج ما بتتغيرش بسرعه، او ان الشركات دي كدابه، وغالبا نسبه 90% بتبقى الشركات كدابه وعايزه تبيع. فانت ازاي تقدر تحكم على الكلام اللي انت بتسمعه ده حقيقي ينفع صح؟ تمام، لازم تكون عندك البيزك نولج دي. دلوقتي دي اخر فيز عشان ما اطولش عليكم، هي الفيز اوف ريموديلنج، ان يكون ترابيكولار بون عاديه خالص. تمام، اخر فيز دي كانت بروليفريت سوري الريموديلنج فيز اللي اتغير فيها الوفن بون ل لترابيكيولار بون. طيب احنا دلوقتي المفروض ان ده يحصل بعد 3 ل 6 شهور. بيفرق الماكزيلا عن المانديبل ليه بقى؟ لان الماكزيلا which is spongy bone more more spongy، يعني احنا بنقسم البون
according للريليشن ما بين الكورتيكال والسبونجيوزا، دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، مفيش حد فيهم احسن من التاني، انما كل واحد فيهم بنقدر نتعامل معاه بشكل مختلف. يعني في صورة هنا هحاول اجيبها لكم. الفيزز اوف بون، تمام، ده الدي 1 اللي هو بيكون كورتكس اكتر والمظله قليله جدا، وده اللي موجود عند السنتسز هنا، تمام. ده دي 2 اللي بيكون فيه كورتكس شيل وبيكون الاسبونجيوزا من جوه، وده فيس، ده دي 3 اللي بيكون كورتكس بس طبق اصغر شويه اقل وترافيكلي من جوه، وده في دي 4 او دي كمان في دي 5 بيكون فيري ثين بقى ثين اكتر من اللي قبله، بيكون كله سبونجيوز، او دي 5 اللي بيكون كله سبونجيوز ومفيش البون الهارد ده من بره. طيب ده ايه ميزته وايه عيبه؟ يعني في ناس تقول لك ده احسن او ده احسن، هي مفيش احسن واوحش، هما كلهم موجودين، تمام. فاحنا كل واحد من دول هنعرف ايه التريكس اللي نعملها واحنا شغالين في امبلانت بحيث نوصل لاحسن اوسو انتجريشن. احنا كده فهمنا الاوسو انتجريشن بيحصل ازاي. طيب البون ده موجود هنا عند السنتسز، تمام. البون دي 2 دي 3 posterior mandible و anterior maxilla، الدي 4 والدي 5 دول موجودين posterior maxilla بس، تمام. انه اقوى بون which is more hard، ده more hard bone، تمام. بس المور هارد ده هو ما فيهوش خلايا، هو مور هارد اه ناشف بس ما فيهوش خلايا. احنا قلنا ايه اللي بيكون الاوسو انتجريشن؟ معتمد على ايه؟ معتمد على وجود خلايا. فطول ما فيش خلايا فاذا الاوسو انتجريشن بتاعي مش احسن حاجه، تمام. فالبون ده كذلك الاسبونجيوزا دي من جوه بتبقى عامله زي السبونج، شفتوا كده السفنجه، تمام، ومليانه بلاد، تمام. البون ده اللي موجود في السنتسيس ده على فكره من اكتر البونز اللي بيحصل فيها فيلير، اوكي. ليه؟ لانه فيري سنسيتيف للهيت جنريشن، لان الاسبونجيوزا دي يعني بتقلل الهيت جنريشن لانها عباره عن بلاد، انما هنا مفيش، هنا البلاد بيحرق كل البون اللي موجود، وما عنديش وبيموت الخلايا. هم عندي كام خليه كده فماتوا خلاص اثناء الهيت جنريشن، فخلاص كده اوسيو انتجريشن بالسلامه. بيحصل ده اكتر بون بيحصل فيه حاجه اسمها ثيرمال بيرن. ثيرمال بيرن يعني ايه؟ زي اللي احنا قلناه دلوقتي، البون بيتحرق فبالتالي ما بيكملش في بقيه الفيزز. طيب وانا شغال في دي 1 اعمل ايه؟ اول حاجه نشتغل بيه كولنت كتير جدا، اعمل دريلنج كويس. يعني احنا احيانا بنأندر دريل في بعض الحالات، لكن ده ما ينفعش، لازم اعمل دريل على حجم الامبلانت بالظبط. بعمل حاجه اسمها بون تابنج، يعني بقلوظ العظم، يعني برسم شكل الامبلانت. بعض الشركات ما عندها الدريل، لو كنت شفتوا كتير بتاعت الامبلانت الدريل، شكل الدريل ملوش علاقه بشكل الامبلانت، لا ده هو كانه بيجيب بقى بعد ما يخلص دريلينج بيجيب حاجه شبه شكل الامبلانت ويحطها جوه البون، وبعد كده يدخل الامبلانت بتاعه، بحيث ان ما يبقاش في اي بريشر معمول على الخلايا، عشان الفراكشن هيعمل هيت جنريشن وهيموت بقيه السيلز اللي موجود. فبيحاول نبعد عن القصه دي على قد ما نقدر. وايه تاني بنعمله؟ اذا قلنا بنعمل حاجه اسمها بون تابنج، بنزود الكولنت، بنخلي بالنا ان ده مش احسن مكان للاوسو انتجريشن ولا حاجه. الدي 4 الدي 2 دي 3 متوسطين، الدنيا فيهم اوبتيمم. دي 4 بيسموه سوفت بون، ده اللي تيجي تربط التورك بتاع الامبلانت ليه ما بتربطش؟ تحس ان الامبلانت حطه جوه سفنجه which is very soft، حطه في حته very soft، حطه في وسط قطن. طيب نعمل ايه علشان اتعامل مع البون ده؟ هي دي ده عيبه، عيبه ان هو البرايمري ستابيليتي بتاعته وحشه. ما تفكرش لو انت بتعمل upper 7 انت تعمل immediate low، ما تفكرش انت بتعمل upper 6 انك تعمل immediate low، تمام. بنفكر في الدي 2 والدي 3 اللي هم فين؟ anterior maxilla، ودول الاستاتيك زون. انما تيجي تعمل immediate في upper 6 ودي 4 لا مستحيل. بس ده عيبه بقى ان هو primary stability بتاعته قليله. طيب بعد كده ده هنا مليان خلايا، يعني هنا فعلا لو حطيت الامبلانت لوس هيمسك كويس وهيحصل اوسو انتجريشن. يعني هنا لا، يعني هنا اه
اوكي، لانه مليان خلايا، عندي خلايا كتير جدا، فبالتالي ما بخافش منه بعد كده، مهما حطيته في اي وضع الدنيا هتمشي ان شاء الله كويسه. طب عشان احسن البرايمري ستابيليتي بتاعته هعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها اندر دريلينج، يعني بدل هحط امبلانت حجمه 4 مثلا، بعمل دريل على 2.8 من 10، 3.5، بقف وقف عند كده تمام، وبحيث ان يبقى فيه فرق كبير بين الحجم الامبلانت وحجم الزرعه، بحيث لما ادخلها تنزل على تورك كويسه. طبعا ده احسن بون بيعمل فيه حاجه اسمها اكسبانشن، يعني بوسع البون من جوه، البون ده ينفع تزقه يتزق معاك، انما ده لو عند فيه اكسبانشن يتكسر، ليه؟ ما عندوش مالياباليتي خالص، كله بون تف كورتيكال بون تمام. فده لو بتفكر تعمل اكسبانشن، ده مش كانديديت لده، ده كانديديت لده. اوكي، المودلس اوف بلاستيك بتاعته احسن بكتير. اتمنى كده ان احنا نكون خدنا فكره سريعه عن الاوسيو انتجريشن، خدنا فكره سريعه عن الامبلانت كده، نحاول ان احنا ما نحفظش ولا حاجه، نحاول ان احنا، هسيب لكم لينك على فكره الفيديو ده موجود على اليوتيوب عادي خالص، يعني تبدا ان انت تفكر نفسك بيه بازاي الاوسيو انتجريشن بيحصل، ازاي نقدر نتعامل معاه وهكذا. ولو في اي حد شباب عنده اي سؤال، طيب عبال ما الاسئله تيجي هقول لكم بس العيان بقى اللي بيحصل له فيلير بعد كده، يعني العيان اللي بعد 6 شهور جاي يحط الامبلانت، او بعد من ثلاث، احنا هنحط الامبلانت من 3 لـ6 شهور، ده الاوبتيمم. في شركات دلوقتي زي ما قلت لكم بتقول كلام غير كده، بس يعني خلينا في الاوبتيمم، 3 شهور بالنسبه للمانجل، 6 شهور بالنسبه للمجزري. طبعا يعني دلوقتي حديثا الناس بقت بتعتمد الـ3 شهور، ده رقم يونيفرسال لكل، سواء ماجزيلا سواء مانجل. طيب لو انا جاي بعد 3 شهور بفتح على الامبلانت بتاعي لقيت حصل فيلير، طيب المشكله كانت فين؟ اوكي، يبقى فيلير ده معناه انا لسه ما عملتش لود على الامبلانت، يبقى فيلير ده معناه ان هو ما حصلش اوسو انتجريشن. اما حصلش اوسو انتجريشن، العيب فين؟ هي ولا في الامبلانت ولا في البيشنت؟ زي احنا قلنا، احنا قلنا الحاجات اللي عند البيشنت هتاثر معايا، انا قلت لكم الدايبيتس، قلنا التدخين، قلنا بعض الديزيزز، في بعض الادويه العيانين بياخدوها تمام بتاثر على الريموديلنج واكتنج اوف سيلز، بقت مشهوره اليومين دول ادويه اسمها بيسفوسفونات او ادويه شبهها، العيان ممكن دلوقتي اللي انت تقع منك ما تبقاش عارف العيان بياخدها ليه، بياخدها عشان الهشاشه، بياخدها از كيموثيرابي، بقت بس بقت كتير، يعني ما كناش بنشوفها زمان بالحجم ده، عدد الناس اللي بقت بتاخدها بقوا اكتر، هتلاقي العيان الفيزز دي اللي احنا قلنا عليها ما بتكملش تمام، اوستيوكلاست عنده مش شغاله، اوستيوكلاست مش شغاله، فالعيان ما بيمشيش في البروسيس اوف انتجريشن فيحصل فيه تمام. دي الحاجات اللي ريليتد للعيان، ريليتد لشغلي التيبس اند تريكس اللي احنا قلناها، البرايمري ستابيليتي، الهيت، الحاجات دي كلها. احيانا بقى الامبلانت نفسه فيه مشكله اللي احنا قلنا عليه السيرفس تريتمنت بتاعت الامبلانت، خلي بالك ان الشركات اللي احنا مش مجهوله المصدر ومجهوله الهويه، وارد جدا ان يبقى عندهم مشكله في التصنيع تمام، في اريتيشن، حاجات مواد اريتنت متصنع منها الامبلانت، في مواد اريتنت يعني بدل ما هم يحطوا على الامبلانت بيحطوا على الامبلانت كود حاجه كده بتغطيه، لاما تحفز الاوسو انتجريشن فاحيانا بتبوظ منهم الدنيا، فتبقى في حاجات ايه بتدي نتائج عكسيه تمام. فعشان كده الامبلانت لازم تكون متجربه، وتكون انت مش هتقدر تحكم على الامبلانت دي كويسه ولا وحشه بالكلام، مش هتقدر تحكم عليها لما تحطها وتجربها ويحصل فيها اوسو انتجريشن فعلا تمام. وارد جدا ان بعض الشركات يحصل عندها مشكله في اللاين اوف مانيفاكتشرنج، فالشركه طول عمرها ماشيه كويس وناجحه جدا مع كل الناس، باتش عندهم يعني ايه، يعني في اليوم ده هم كان يعني في عيب معين في التصنيع، او الجروب دي من الامبلانت خلال الاسبوع ده في التصنيع كان في مشكله تمام، فبالتالي كل الزرعات اللي طالعه من الباتشه دي كلها يحصل فيها فيلير، كلها يحصل فيها مشاكل، تبقى مشكله في التصنيع عند الشركه نفسها. عشان كده ما ترميش الورق اللي بيبقى جاي في علبه الامبلانت، الورق اللي عليه تاريخ السيريال نمبر بتاع الزرعه تمام، لان كده انت تعرف تضمن حقك مع الشركه كويس. طيب دي الفاكتورز يعني عموما، يعني انت بتدور لو الزرعه حصل لها فيلير بتدور على واحده من دول، مشاكل عند العيال، مشاكل وانت شغال،
او المشاكل اللي ريجاردنج الشركه. طيب لو الزرع حطيت عليها لود تمام وفليرت بعد سنتين ثلاثه تمام، تبقى المشكله كانت فين؟ اوكي، دي بقى المشكله ما لهاش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انا النهارده بكلمك على الفيز اوف اوستيو انتجريشن وايه اللي يحصل فيها. معنى ان الزرعه مسكت في البون ان حصل اوستيو انتجريشن. وانس حصل اوستيو انتجريشن فالزرعه بتاكتنج هيستولوجيكالي اند فانكشنلي هي والبون از وان يونت تمام. ان ده يفك ينفع يفك، يعني ينفع ان الاوستيو انتجريشن ده بعد ما تحصل عليه تفقده. تفقده بايه بقى؟ غالبا اللي فيما بعد دي مشاكل اللي ليها علاقه بالبروسيسز، ليها علاقه بالاوفرلود على الامبلانت، الفورس اللي وقع عليه عاليه جدا تمام. دي بقى ان شاء الله في النسخ الجايه هبقى اكلمكم عليها تمام. بس اذا يعني بعد 5 سنين ده معناه مش مشكله في الاوستيو انتجريشن تمام، ما ينفعش انها تبقى مشكله في الاوستيو انتجريشن. بس ممكن نتكلم على الكواليتي اوف اوستيو انتجريشن اللي انا كلمتكم عنها، ان في زرع قعدت 10 سنين متحمله، في زرع قعدت سنه او سنتين تمام متحمله اكوردنج لللود اللي وقع عليها. زي ما قلنا هو في كذا فاكتور بيحكم معاك الموضوع. اتمنى ان احنا نكون ايه يعني حطينا رجلنا على اول طريق فهم الامبلانت، والامبلانت دلوقتي بقى هو المستقبل. ويعني طبعا هو سبيشاليتي واسعه جدا وبقت كبيره جدا، ومن الحاجات اللي الناس كلها رايحه لها، ومن الحاجات اللي بتتقدم بسرعه جدا في العالم. يعني من الفيلز اللي اتطورت خلال 15 20 سنه اللي فاتوا بشكل رهيب، وهي فيوتشر، ومن الحاجات الماني ميكنج تمام. فعشان كده الناس كلها بتنفست فيها في ان هم يتعلموها وان هم ياخدوا كورسز وان هم يفهموها بشكل كبير. اتمنى كده ان احنا نكون حطينا رجلنا على اول الطريق. ولو في حد عنده اي سؤال يا شباب يبعت لي، سواء هنا سواء على الصفحه اكون معاكم النهارده اجاوب على كل الاسئله، او على صفحتي الشخصيه. مبسوطه جدا انا كنت معاكم. Live to Give ISOD International Scientific Organization of Dentistry. كنا معكم ولخمس أعوام سابقة ساعدنا فيها آلاف الطلبة والخريجين من كلية طب الفم والأسنان في كل مكان، عن طريق التجميعات العلمية الضخمة والمتنوعة من جميع الجامعات المصرية، وعن طريق الكورسات المختلفة والموجودة في البوت الخاص بنا على التليجرام. جاوبنا على آلاف الأسئلة المطروحة وساعدنا أكثر من 40,000 طالب ومتخرج من خلال المجموعة الخاصة بنا على التليجرام. وقدمنا محتوى علمي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم، وتم ذلك في مؤتمراتنا العلمية وعلى مدار 4 أعوام على الصفحة الخاصة بنا على الفيسبوك، والتي وصلت لأكثر من 18 دولة. وها نحن نعود إليكم من جديد في النسخة الخامسة من مؤتمرنا Empower Your Knowledge A Free Online Dental Conference لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. نقدم لكم أكثر من 30 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Case Discussion، Live Demo and Clinical Cases. بدايتنا في 25 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وستكون هناك هدايا وسحوبات يومية. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس.